يا هلا ومرحبا، نعود مع خبر جديد لجريمة أبشع مما قد تتصورون. امرأة وولدها بالتبني قتلوا جارتهم في الفقيه بن صالح، والسبب وشي حسابات تافهة ما بيناتهم. قتلوها وخبوا الجثة في واحد الباليزة لحوها في منطقة خالية. اعتقدوا باللي خفاو معالم الجريمة، أو كما كنقولوا قطعوا الواد ونشفوا رجليهم، لكن هيهات فالروح عزيزة عند الله. الجارة مسكينة في الستينات من عمرها، وعمرها بالضبط 63 عام، كانت اختفت في ظروف غامضة عن الأنظار وعلى غير عادتها، وذلك من نهار 2 غشت 2021، وما لقاوش لها أي أثر ولا شي حد عرف شنو وقع لها ولا فين هي. العائلة ديالها كانت دارت بلاغ البوليس بالاختفاء ديالها، والبوليس قلب عليها في كل مكان، ودازت مدة وما بانش لها أثر. وهنا في بدات الشكوك تحوم حول ظروف الاختفاء ديالها، ويقدر يكون وقع لها شي مكروه. ما تصوروش معايا كيفاش غادي تبان هاد الحقيقة ديال الاختفاء ذات السيدة. بلا ما نطول عليكم أو نتفلسف، نقول لكم باللي كاميرات المراقبة اللي كانت مثبتة في شي شارع بالفقيه بن صالح، وهو هاد الشارع قريب من محل السكنة ديال السيدة المختفية، هاد الكاميرات هي اللي غادي تفرش كل شيء وتبين الحقيقة اللي كانت بحق حقيقة صادمة للجميع، وحتى حد ما توقعها أو توقع أن الجارة تقتل على يد جارتها. الشرطة استعانت بتسجيلات ديك الكاميرات من نهار اختفت السيدة، ورجعت لكل التسجيلات، والبوليس وقفوا على حقيقة ظهور واحد السيدة في التسجيل. هاد السيدة كانت كتجر شي باليزة ثقيلة، كتجرها في اتجاه منطقة خالية في محيط المدينة، وطبعا ركزت على الملامح ديالها وعرفتها، وهي سيدة فعمرها 49 عام، وكتسكن في نفس الحي اللي كتسكن فيه السيدة المختفية. الفيديو كيبين باللي السيدة كتجر الباليزة بصعوبة، يعني ان هاد الباليزة ثقيلة وفيها شي حاجة ثقيلة قبل ما تتخلص منها وترجع ادراجها بعد مدة قصيرة. رجعت بلا باليزة طبعا، هنا بدا كيبان المعنى، وما كانش صعيب باش يوصلوا للمرأة اللي كتجر ديك الباليزة، عرفوها وشخصوا الهوية ديالها، ومشاو لدارها جابوها وشدوا حتى ولدها، ودوهم بجوج لابيجي ديال بني ملال اللي تكلفت في البحث في ظروف اختفاء هاد السيدة. الولد في العمر ديال 19 عام هو الإشارة، ماشي ولد ديك المرأة من الصلب ديالها، بل هي غير متبنيه. حتى هو سمعوا ليه في محضر رسمي البوليس، والبوليس اعتمدوا على شهادة شي وحدين، شي ناس كانوا شافوا ديك المرأة جارة الباليزة في الصباح بكري، كانوا كيعتقدوا باللي غير مسافرة، كانت بحركة تتحرك وباين بأن الباليزة ثقيلة، ساعة ما ظنوش بأن راه فيها جثة. شافوها ماشية، وملي رجعت كانت رجعت بلا باليزة، وعطاو هاد المعلومات للبوليس، وفادت طبعا في البحث. المرأة وولدها ما لقاو فين يهربوا، كل القرائن والأدلة كتبين أن المرأة دات الباليزة وهي اللي كانت جرها، لكن شنو كاين في ديك الباليزة؟ هاد الشي اللي جاوب عليه البحث بسرعة فائقة، جثة هي ديال ديك السيدة اللي كانت مختفية، هي اللي كانت مخبية في الباليزة، مسكينة قتلوها وداروها في الباليزة ولحوها، وعائلتها قلبت عليها ودارت بلغ بالاختفاء ديالها كما قلت، والسيدة اختفت في 2 غشت. الولد اللي شدوه البوليس في قلعة سرغنة اعترف بكل شيء بلاصة، وقال البوليس باللي هو اللي خنق الضحية حتى ماتت، بعد ما تم الاستدراج ديالها من طرف امه لدارهم للانتقام منها بسبب مشاكل ديال الجوار مرتبطة بشي حسابات ما بين العيالات. الام ساعدت ولدها باش يجمع الجثة في الباليزة، وهي اللي تكلفات باش تجرها وديها بعيد على الدار وتخلص منها. باختصار الام وولدها بالتبني تشدوا وتحالوا على الوكيل العام محكمة الاستئناف بني ملال، وتم الايداع ديالهم في السجن في انتظار جلسات المحاكمة ديالهم امام غرفة الجنائية الابتدائية. والله يهدي بنادم وصافي. هانتوم شفتوا هاد الام خرجت على راسها وعلى ولدها بالتبني بسبب مشاكل بسيطة ممكن تتحل بالحوار. قتلوا الضحية ودالوا في هذيك الحالة بلا ما يفكروا في عواقب الأمر ولا اللي كينتظرهم، وباللي روح عزيزة عند الله، واخا حاولوا يخفيوا معالم الجريمة. وهنا كنقول كما كنخوف ديما،
ربي عطانا العقل باش نفكروا به، ماشي باش نخبيه او نحشره في ريوسنا. بحال هاد المصائب دائما كتوقع لقلة العقل والله يهدي بنادم ويبعدكم على بحال هاد الموبقات ويسر اموركم ويبعدكم عن كل مكروه. والى لقاء اخر، دمتم اوفياء لقناة مروكو الكريم.